بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعلنا ممن علم وعمل ولازم الأدب وصاحب الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم زدنا علما وفهما وفقها والحقنا بالصالحين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إخواننا الكرام في هذا المجلس الجديد المبارك وهذه الحلقة الجديدة من برنامج على درب النور. حياكم الله ومرحبا بكم، وأسأل الله تعالى أن يجعل دروبنا وإياكم نورا على نور، آمين. أيها الإخوة الكرام، بعد هذه العودة التي عدنا إليكم بعد انتهاء برنامجنا هجرة النور، نعود إليكم إلى برنامجنا الأسبوعي كل يوم جمعة واثنين إن شاء الله. كنا قد شرعنا بسلسلة في برنامجنا أن تكون المقدمات في ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بجزء من المقدمة، ثم بعد ذلك نستقبل أسئلتكم على الهواء مباشرة إن شاء الله. كنا قد تكلمنا في مجالس ماضية عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، ونريد اليوم أن نتكلم عن سيد آخر وصنديد آخر من صناديد أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو خليفته الرابع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علي هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وصهره على أحب بناته السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو أحد السابقين الأولين ومن صناديد الإسلام ورابع الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنتهم ومنهجهم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. روي في كتبنا في فضائل جدنا أبي الحسن رضي الله عنه الكثير من الروايات، منها: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة أمره أن يقيم بعده بمكة أياما حتى يؤدي عنه أمانة الودائع والوصايا التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يلحقه بأهله. يعني استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمانات التي كانت موضوعة عنده، وجعله مستخلفا في بيته رضي الله تعالى عنه في أمانات الكفار أن يرسلها إليهم بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن مناقبه يوم الفراش، وقد تكلمنا عنها في برنامجنا الذي انتهى قريبا هجرة النور، يوم قام علي رضي الله تعالى عنه بأول عملية استشهادية حين نام بفراش النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المتوقع أن يهجم عليه الكفار يقتلوه فنام في الفراش. ثم ثبت عندما اكتشف الكفار بأن النائم في الفراش هو علي وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ثبت ولم يدلهم على مكان النبي، مع أنه يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مختبئ في بيت أبي بكر الصديق، لكنه ثبت، ضرب وسحل سحلا على أرض صخرية وعرة من بيته وإلى الكعبة، ورغم ذلك ثبت ولم يتكلم رضي الله تعالى عنه. ومن مناقبه العظيمة ما روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك. كان النبي صلى الله عليه وسلم في العادة إذا ذهب إلى معركة أبقى بعض أصحابه يعني يستخلفونه على المدينة المنورة، كما مثلا
أبقى عبد الله بن أمي مكتوم في معركة بدر، في معركة تبوك أبقى عليا. فعلي حزن على ذلك، قال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان، يعني أريد أن أقاتل، أريد أن أقاتل معك، يعني قليل في حقي أن أبقى هنا مع النساء والصبيان والرجال كلهم ذهبوا معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. موسى عليه السلام عندما ذهب للميقات الذي أمره الله سبحانه وتعالى به، أخلف موسى على أخلف أخاه هارون على قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الحادثة بتلك الحادثة، ذهب أيضا لميقات ربه، والجهاد من مواقيت الله التي أمر الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أبقاه على القوم. وروى البخاري ومسلم أيضا عن سهل بن سعد الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، في المعركة في غزوة خيبر، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم، يعني أيهم يعطاها، بات الناس كل يقول من الذي سيعطى. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، ولكن لم يقدم علي ابن أبي طالب لأنه كان يشتكي من رمد في عينيه، بقي في المكان عينه تؤلمانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي ابن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، كان عنده رمد. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، سلمه الراية. بعد أن بصق بعينيه ذهب المرض، ذهب الرمد، ثم أعطاه الراية. وكان لعلي رضي الله تعالى عنه الموقف العظيم، ليس فقط أنه حمل الراية، إنما قتل مرحب، مرحب، وكان يلقب مرحب البطل، يعني وهو سيد اليهود، كان يعد بألف فارس. لما التقى كل منهما يحمل سيفه قال: مرحب. قال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا ما الحرب أضرمت تلهب. فقال علي أمامه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليف غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. فاصطرع الرجلان وقتل سيدنا علي رضي الله عنه، قتل مرحب. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد قال: إنه كان أحب أسماء علي رضي الله تعالى عنه، أحب الأسماء إليه أبو تراب، وإنه كان ليفرح أن يدعى به، يفرح إن قيل له يا أبا تراب. لماذا؟ لأنه ما سماه بأبي تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه غاضب يوما فاطمة، يعني صار بينهما ما يحصل بين الرجال والنساء من المشاكل، وما من بيت إلا ويحصل فيه مشاكل وغضب. فخرج علي، طبعا هنا الرجولة، هنا معيار الرجال، أنت وزوجتك صارت بينكما مشكلة، عليك أن تحلها بالتي هي أحسن. رأيت زوجتك قد بقيت غاضبة، أخرج من البيت. أما أن تقول لها أخرجي، احذر، هذه ليست رجولة. لا تترجل على زوجتك بأن البيت بيتك، إن كنت رجلا فاخرج إلى أن تهدأ زوجتك. أولا زوجتك ستحس بأن بيتها مملكتها، ستحس بأن زوجها قد تركها، وهي تعلم، هي تعلم أن البيت بيتك، لا تمن عليها بهذا، لا تمن عليها أن البيت بيتك تطردها إلى بيت أبيها، أنت لست رجلا إن فعلت ذلك، أخرج أنت من البيت. عندئذ زوجتك ستعتز بك، ستعتز ببيتك، ستشعر أن بيتك مملكتها إذا خرجت وتركتها. وهكذا فعل أبو الحسن، فخرج، وكان يبدو أنه أصابه النعاس، يعني أراد أن ينام، فاضطجع إلى الجدار في المسجد، نام في المسجد وأرض المسجد تراب. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ ظهره ترابا،
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب. هنا المنقبة ليس في تسميته فقط، هنا نال اسم أبي تراب، خلص نال هذا الشرف العظيم رضي الله عنه، لكن المنقبة أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والذي تشرف علي بالانتماء إليه وتشرف كل الآل والأصحاب بالانتماء إلى رسول الله، عندما نقول صحابي اسم تشريف لأنه صاحب رسول الله، وعندما نقول من آل البيت تشريف لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ففي النهاية التشريف والانتماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مشرفه ومكرمه، أخذ ينفض التراب عن ظهره، ينفض التراب عن ظهره رضي الله تعالى عنه، وهذه منقبة عظيمة لسيدنا أبي الحسن. وأخرج مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله الكاذبين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. وهذا الحديث المشهور بحديث الكساء، حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. ومن مناقبه رضوان الله تعالى عنه أن محبته إيمان وبغضه نفاق، مع أن محبة كل مؤمن هي من الإيمان لقوله عليه الصلاة والسلام لن تؤمنوا حتى تحبوا، أي لن يكتمل إيمان المؤمن حتى يحب أخاه المؤمن، فحب المؤمن إيمان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصص بعض الأسماء من أصحابه بأن هذه الأسماء بأن حب أصحابها إيمان، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما كفر، حديث رواه ابن نعيم وغيره. وحتى لا يستعجل بعض الناس ويقول هذا من أين أتيت بهذا الكلام وهذا الكلام باطل ليس صحيحا، الحديث ذكره المجلسي في بحار الأنوار وقال بأنه قول الإمام جعفر الصادق، يعني لم يقل بأنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قال قال الإمام جعفر الصادق، من المجلسي في كتاب بحار الأنوار وهو من كتب الإخوة الشيعة. ماذا قال؟ قال قال الإمام الصادق، الإمام جعفر الصادق، حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما كفر. طيب، وقد ورد تخصيص علي كرم الله وجهه بأن محبته إيمان، إذ روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يعني الله سبحانه وتعالى، إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. اللهم اشهد أننا نحب عليا ونحب من يحبه ونبغض من يبغضه. وكان الصحابة رضي الله عنهم حين يذكر علماؤهم عندما يقولون، طبعا الصحابة ليسوا جميعا علماء، فيهم العلماء، فيهم فقيه، فيهم مفسر، فيهم محدث، فيهم نساب، فيهم مؤرخ يعرف التواريخ، كانوا إذا ذكر علماؤهم يقولون انتهى علم رسول الله إلى علم أصحاب رسول الله إلى خمسة، كأنما هم أعلم الصحابة، أي أعلم الصحابة هم أولاء الخمسة، عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن عباس وعائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. طبعا هذا لا يعني عدم وجود علماء آخرين فيهم، لكن هؤلاء أعلمهم، هكذا يشهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لسيدنا علي مناقب أخرى، لكن سندخرها إلى المجلس القادم يوم الاثنين إن كان لنا في العمر بقية إن شاء الله. أما الآن فنكتفي بهذا القدر لنترك الجزء الباقي للإجابة على أسئلتكم، فنأخذ الآن فاصلا نستغل بالاستغفار وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نرجع إليكم إن شاء الله. أذكر الله والله جليس من ذكره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إخوانا الكرام مرة أخرى. وصلنا إلى قسم الإجابة على أسئلتكم، نستقبل اتصالاتكم على أرقام الهواتف التي ترونها على الشاشة أمامكم على الهواء مباشرة،
وكذلك من خلال الرسائل التي ترسلونها على صفحة قناة الفلوجة الفضائية في الفيسبوك، حيث يبث فيها برنامجنا الآن بثا مباشرا لنجيب على قدر ما وفقنا الله تعالى عليه وبما بقي من وقت البرنامج. نعم، عندنا اتصال. الأخت أم أحمد. أم أحمد تفضلي من بغداد. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أختي، يا مرحبا. تحياتنا لجنابك فضيلة الشيخ. الله يحفظكم، حياكم الله، أهلا وسهلا. فضيلة الشيخ، هل ياسين وطه الأسماء الموجودة في بداية السور القرآنية تعتبر من أسماء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ فضيلة الشيخ، أنا رجعت للقرآن الكريم، أسماء الرسول موجود اسم أحمد في آية 6 في سورة الصف، واسم محمد صلى الله عليه وسلم موجود في سورة الأحزاب آية 40، وكذلك في سورة الفتح آية 29. هاي أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك جناب الشيخ لقيته في السنة الحاشر الماحي العاقب نبي الرحمة نبي الملحمة كما وردت في السنة. طيب، فأريد جواب شافي من جنابكم فضيلة الشيخ، ولك جزيل الشكر والتقدير والاحترام. حياكم الله، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. اتصال آخر، الأخت سعاد من ديالة، تفضلي. السلام عليكم شيخ، شلونك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. شيخ، أول سؤال، أنا كنت مريضة صار لي 4 سنوات أعاني من السحر. سبحان الله، صلى لك العافية. وهواي شيوخ رحت وقلت لهم وياي شيخ. نعم نعم، واضح، تفضلي أختي. اي، وعاني من السحر وقالوا لي لازم علاج، ووالدي ما يقبل يعالجني وما يقبل أصلا، لا يوديني دكتور ولا يوديني اي شخص، فانا تعالجت بدون علم. جبت الشيخ للبيت ورقاني، طبعا هو الشيخ يكون صديق لابويا صديق عمامي. طيب اختي تسمعينني؟ اخي المخرج، الاتصال قائم. طيب قائم اختي، انقطع الاتصال ورجع. ذكرت انه جبت الشيخ دون علم الوالد، طيب، لكن كان بحضور بعض اهلك صح؟ كان بحضور بعض اهلك يعني؟ اي يعني بعلمهم وبحضورهم يعني كان، بس ابو الشخص الوحيد اللي ما يدري. تمام، طيب. اي هاي السؤال. طيب اختي بس لحظه، والدك ليش يرفض يعالجك؟ شنو السبب؟ لا طبيب ولا مرقي يعني؟ يقول ما يؤمن بهاي الامور، يقول انتم ناس متمارضين، يعني احنا بنعاني من هاي الامور من 20 سنه، ما يقبل يودينا طبيب ولا يقبل اصلا يرقينا، يعني احنا نموت قدامه وما يقبل. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب تمام، هو ما يؤمن بهاي الامور مع علم السحر ثابت في القران الكريم، ما يؤمن بها، طيب ما يؤمن بالمرض؟ ليش ما يوديش على طبيب مثلا؟ ما يوديني على الطبيب، وحتى هو مشغول، على الرغم هو رجل دين وسيد وكله يصيح له سيد وسيد وكذا، بس من يجي الامور للموضوع انه هو حتى يدل العالم دليهم على الشيوخ يوديهم ويداريهم وكذا، بس من يجي الموضوع يمنا يقول لا انتم متمارضين، انتم بس تجيبون استغفار السحر. لا حول ولا قوه الا بالله. الموضوع يقوم يضغط علينا ويتجاوز ويضربنا، يوصل الموضوع انه يضربنا. يا الهي. يعني زين. انا جبت الشيخ وتواصلت وياه ورقان داخل البيت، فخما علي اسم انا بهذا الشيء. نفعكم ان شاء الله؟ نفعتكم الرقيه؟ نفعتنا الرقية والحمد لله، وداويت وبقيت على تواصل ويا فخمة، أني آسمة بهذا الشيء. الحمد لله. تواصل ويا وترقيت. طيب. يعني. طيب. ودا أروح للطبيب يعني، ودا صير مشاكل، فيعني أروح للطبيب أتعالج، وأمي دائما تقول روح للطبيب روح للطبيب، ومرات ما أرفض روح للطبيب، لأن يعني مرات ما عندنا فلوس أو عندنا فلوس وما أروح، ودا صير مشاكل هي وأبويا، خمة أني آسمة من أصل كلامها. طيب. يعني ما عندنا فلوس مرات، او ما دفعنا فلوس وما اقبل اروح حتى لصير مشاكل، يعني ابويا مرات ما يقبل او ما يقبل الروح. السؤال واضح اختي، السؤال واضح، لا حول ولا قوه الا بالله. تمام. عندك سؤال اخر؟ اي والله، تسلم عيني، بارك الله بك، الله يجزيك كل خير. بارك الله فيك. ايضا اخويا هواي يعني بيعانين، عاني من اخويا انه هو يعني هواي. شكرا شيخ، بارك الله بك، جزاك الله كل خير، انا كلش فرحان اليوم انه حصلتك، بارك الله بك، حياكم الله، اهلا وسهلا اختي، مرحبا بكم. الاخ ابو معن من دياله، تفضل. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. بارك الله بك دكتور وبعلمك، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل علمك في ميزان حسناتك. الله يرفع قدركم يا رب. ان يرفع قدرك بالدنيا والاخره. جميعا يا رب، امين، جزاكم الله خيرا لطيب الدعوات. لنا ولكم يا رب، حفظكم الله. دكتور عندي سؤال. تفضل.
إلا ما تصير عليك زحمة. رحمة إن شاء الله، تفضل. دكتور، عندي خالتي هي عجوز كبيرة. طيب. وعمرها 90، عمرها 90 سنة. يا رب إن شاء الله يحفظها ويبارك بعمرها. فعدها ولد اثنين، واحد خارج وواحد وياها. طيب. وهي في زوجها توفى عنها قبل 5 سنين. فهي بفكرة الموت، ابنها قام يلقنها الشهادة. طيب. قال لها يا أم أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قالت وراء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال لها يا أم أقول وأشهد أن عليا ولي الله يشفع إليك عند ربك. قالت لا لا ما أقول ما أقدر. ابنها انقهر عليها. طيب. رد عاد عليها النوب الشهادة مرة ثانية. مرة ثانية هبابنا سمعناها. مرة ثالثة بس رفعت إيدها. مرة ثانية بس رفعت إيدها. من قال لها قول يا أمه أشهد أن عليا والله يشفع لك عند ربك فارقت الحياة. فابنها قام يبكي قال أمه، قال أمه ماتت على كافرة. لا حول ولا قوة. يعني ماتت طيب كافرة. وليش ما قدرت تقول؟ ما أقدر أقول. لا لا ما أقدر أقول. بكي بعلمك هذا أتفسر لنا يا ولك الشكر دكتور. بس أسألك سؤال، الله يحفظك، معنا لا تزال؟ معنا الأخ ولا راح؟ إيه. بالنسبة يا بالنسبة لخالتك الله يرحمها، هي من على المذهب الشيعي على المذهب السني على أي طائفتين؟ هي على المذهب السني، زوجها على المذهب الشيعي. تمام. طيب. عندك سؤال آخر؟ عندك سؤال آخر؟ حفظكم الله. طيب، الأخ مثنى من كركوك اتصال آخر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عندي سؤال، يعني إذا ممكن. تفضل. البيت المطلوب مصرف عقاري، مثلاً أنا أروح أشتري بيت إذا مثل ما نقول مقدمة 50 مليون، وخمسين مليون هو يظل مطلوب على يعني شو اسمه هو ساحب عليه مصرف عقار، فأني راح أفك أني يعني أنطل المصرف العقار، هذا حرام أو حلال؟ قصدك هو اشترى بيت بواسطة المصرف بواسطة القرض العقاري، ايه أنت تشتري منه البيت من المصرف، تشتري منه البيت على وضعه وأنت تسدد مكانه المصرف للمصرف. ايه. طيب. إيه هذا السؤال. والسؤال الثاني، البيوت التجاوز اللي الدولة هسه حاليا قاعد تعطيهم رقم، يعني انه ورا فترة انه راح يملكونهم، هذا لو واحد يشتريها حلال ام حرام؟ طيب. عندك سؤال اخر؟ جزاك الله خير. حياك الله عيني. نجيب وقف الاتصالات اخي المخرج الله يرضى عنك مؤقتا، بس خلينا نجاوب على هذه الاسئلة. الاخت التي سالت قالت هل ياسين وطه من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية؟ بالنسبة لياسين وطه، هل هي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أو من فواتح السور الحروف المقطعة؟ هنالك قولان. قول يقول هي من الحروف المقطعة، يا سين يعني ياء وسين، طه حرف طاء وحرف هاء، مثل حاء ميم عين سين قاف، شأنها شأن تلك الأحرف. هذا هو القول الأول. القول الثاني ورد عن بعض التابعين كمحمد بن الحنفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو فقيه كبير، ورد أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن بعض سلف هذه الأمة أن طه طه بهذا اللفظ، ليس كنطق حرفين متتاليين، إنما طه معناها الطاهر، وياسين معناها السيد بلغة سريانية أو إحدى لغات الأعاجم الأخرى، ويقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كلا القولين موجود، يعني هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام يدل على أن طه وياسين من أسمائه، لا لا لم يرد، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اسم طه وياسين، هذا غير وارد، لكنه من اجتهادات التابعين ذكر أن هذه أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بأن الآية التي بعدها جاءت بصيغة الخطاب طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى،
ياسين والقرآن الحكيم إنك، كأنما خطاب يعني. ثم قالوا بأن هذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. عموما كلا الأمرين محتمل ما دام ورد عن بعض سلف هذه الأمة، لكن الأكثر من المفسرين على أنها من فواتح السور. أما بالنسبة لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن فوردت باسم محمد، وذكر بهذا الاسم الصريح 4 مرات في القرآن الكريم، منها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، منها ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، منها الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، ووردت باسم أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهنالك أسماء أخرى، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالشاهد المبشر النذير الداعي إلى الله السراج المنير. ومنها لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز من أسمائه العزيز، يعني عليه ما عنتم، يمكن أن تقرأ بوجهين، عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه عنتكم وأذاكم وما تتعرضون له من ثقل، ويمكن أن نقرأها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني عنتكم عليه يتحمل عنتكم وهكذا. وورد في السنة النبوية أسماء كثيرة، منها أنا الحاشر يحشر الناس تحت قدمي، وأنا العاقب والعاقب ليس بعده النبي، وأنا حامد ومحمد ومحمود، وذكرت يعني ذكرت هذه الأسماء. ووصفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بصفات الصادق، مثلا حدثني الصادق أو حدثني وهو الصادق. طيب وفي الجاهلية كان يسمى بالصادق الأمين. فأي صفة حسنة، أي خصلة طيبة يمكن أن تصف بها النبي صلى الله عليه وسلم فهو الصادق وهو الأمين وهو المؤتمن وهو العظيم وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم. نعم، فهذه أسماء كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الإمام السيوطي رحمه الله جمع من هذه الأسماء وشرحها بكتابه الرياض الأنيقة في أسماء خير الخليقة صلى الله عليه وسلم. طيب الأخت التي ذكرت بأنها تعاني من السحر منذ سنوات، أبوها يمنعها من التطبب عند الطبيب ومن الرقية الشرعية عند أصحاب الرقية، لكنها اضطرت بسبب ما تعرضت له من أذى أن تستدعي مرقيا بحضور أهل بيتها كلهم باستثناء الأب، والأب لا يعلم، ثم عالجها ونجت بفضل الله سبحانه وتعالى وتعافت. هل هي آثمة لأن هذا بدون رضا أبيها؟ لا، ليست آثمة، لأن العلاج حق للإنسان أن يعالج نفسه. يعني نفترض أن إنسان بلغ حد الموت وأبوه يمنعه أو امرأة يمنعها زوجها، نقول خلص أطيعي وموتي أو أطع وموت؟ لا، غير ممكن. أو أطع وابقى على وجعك؟ حاشا حاشا، ديننا لا يظلم، هذا ليس، هذه حقوق شخصية ليست من حقوق الغير عليك يعني. فحتى لو منع الإنسان وليه منعه من التطبب يحق له أن يخالفه. فهنا يحق لك مخالفة أبيك في مسألة التطبب، خلص أنت تطببتي، لا داعي للتواصل المستمر مع الشيخ المرقي إلا بشرطين. الشرط الأول أن تجدي أثر السحر أو أثر الأذى بهذه الأعمال الخبيثة، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون بعلم ومتابعة أهلك، لا أن يكون اتصالا فيما بينك وبين المرقي وبلا سبب، لا يجوز ذلك. وذكرت بأن أمها تدعوها أن تذهب إلى الطبيب للعلاج وهي لا تذهب، أحيانا بسبب عدم وجود المال وأحيانا بسبب أنها تخاف المشاكل. تقول هل أنا آثمة إذا لم أسمع لكلام أمي؟ يعني لست آثمة إذا كان لا يوجد مال، ماذا تفعلين؟ وإذا خشيت من المشاكل، يعني لو ذهبت دون علم أبيك إلى الطبيب في حالة المرض وبمرافقة، إذا كانت طبيبة خلاص، وإذا كان طبيب رجل فبمرافقة بعض أهلك حتى لو رفض أبوك يجوز الذهاب للعلاج. زين، أعانكم الله. الأخ الذي ذكر بأن خالته وقد بلغت يعني عمرا طويلا زادت على 90 سنة توفي زوجها، لقنها ابنها الشهادة أحد أبنائها قال قولي أشهد أن لا إله إلا الله فنطقت، وقال قولي أشهد أن محمد رسول الله فنطقت،
وقال قولي أشهد أن علي ولي الله، فلم تنطقها لأنها من أهل السنة والجماعة. نحن نشهد بأن علي ولي، لكن نوع الولاية أنه من أولياء الله تعالى. الله تعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي لله حق تقاته هو ولاية. أما معنى ولاية الأمور والتنصيب والوصاية هذه لا نعتقد بها، وأنها متممة للنبوة ووحي، لا هذه لا نعتقد بها عموما. لكن أن يقول ابنها بأن أمه ماتت كافرة، هذا الكلام لم يقل به لا شيعة ولا سنة. يعني حتى لو قرأنا في كتب الشيعة يقولون بأن الشهادة الثالثة أشهد أن علي ولي الله هي متممة. يعني باعتقاد المذهب الشيعي الاثني عشري أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مسلم لم يقولوا عنه كافر الناس، هذه كتبهم وهذه مروياتهم، لم يقولوا كافر، إنما الشهادة بالولاية لسيدنا علي رضي الله عنه تعد متممة. فهذا الابن واهم أنه يصف أمه بالكفر حتى في معتقده هو، يعني حتى في معتقده وهو على الطائفة الشيعية الاثني عشرية، حتى بمعتقده هو أمه ليست كافرة. اتق الله ربك، اتق الله في أمك، اتق الله في أمك. هي فعلت عقيدتها، هي فعلت ما تعتقد، فعلت ما تعتقد أشهد أن لا إله إلا الله وحده محمد رسول الله، هي في عقيدتها هذه كافية تمام. وحتى في عقيدتك أنت هي كافية لإسلامها، في عقيدتك أنت لو كملتها بأشهد أن عليا أفضل لكن لا يعني كفرها. فاتق الله ربك في أمك. زين، هنا أخ عنده صديقه اشترى بيتا بواسطة مصرف العقاري ويريد أن يشتري منه هذا البيت وهو يسدد باقي المصارف، هل يجوز ذلك؟ يجوز إذا علمت بأن العقد بأن القرض ليس ربويا. إذا علمت بأن القرض ليس ربويا فإنه يجوز لك أن تشتري. لماذا؟ لأن هذا البيت ملك للرجل اشتراه بالدين. لو أنت اشتريت سيارة بالدين أو حاجة بالدين ألا تستطيع أن تبيعها؟ بلى تبيعها. فهو اشتراه بالدين ثم يسدد عنه باقي الأقساط. يعني هو ربما اشترى هذا البيت خلينا نقول 50 مليون، سدد منه 5 ملايين وباقي بذمته 45. شو يقول له؟ يقول أنا استدد 5 ملايين، انطيني 6 ملايين عاد أبيع وأربح، وباقي ترى 45 أنت سددين. هذا اشترى ما ليس فيه مشكلة، لكن تأكد بأن القرض ليس ربويا. بالنسبة لحكم بيوت التجاوز التي أخذت رقم ستملك فيما بعد، أولا هل يجوز للإنسان أن يتجاوز بمعنى أن يبني بيتا بأرض دون إذن الدولة؟ يجوز بشرط أنه لا يملك بيتا ولا يستطيع أن يشتري بيتا عندئذ، لأنه يجب على الدولة أن تسمح له. فإذا لم تسمح له فهي آثمة. يجب على الدولة أن توفر سكنا، لأن سكن من الضرورات. واحد ينام بالشارع مثلا؟ لا، يجب أن يقي نفسه من الحر والبرد والستر، طبعا هذا واجب عليه، أمر واجب بالطبيعة والفطرة. فيجب على الدولة أن تمنح أرضا لكل عائلة للبناء، على الأقل إذا لم نقل تسددها مال البناء أو تقرضها مال البناء، على الأقل تعطيها أرضا. فإذا لم تعطي الدولة الأراضي لكل العوائل فالدولة مقصرة. عندنا جيعان كثيرة والشعب العراقي إلى الآن لا يستغل أكثر من 5% من مساحة العراق، ليس أكثر. العمران بالنسبة للعراق 5 إلى 10%، الباقي كله ما بين بساتين صحارى جبال، ربما ليس أكثر من 10% ما يستغل من العمران من مساحة العراق. فليش ما تنطي؟ فالدولة مقصرة. عندئذ بهذا الشرط أنه لا يستطيع أن يشتري بيتا ولا يملك بيتا، عندئذ يجوز أن يبني بالتجاوز. لكن عليه أن يحسب إذا أرادت الدولة هذه الأرض لبناء مستشفى، مدرسة، مسجد، لشق طريق، لأي استغلال آخر يجب أن يخرج، ومن حقها أن تهدم البناء وتبني، لأن هذه منشآت عامة تخدم العموم والعام مقدم على الخاص. هل يجوز لصاحب البناء أن يبيعه؟ نعم يجوز، يجوز أن يبيع البناء، لكن يخبر هذا بأن الأرض ليست ملكا لي، الأرض ملك للدولة، أنا أبيع لك الطابوق والشبابيك، أبيع لك هذا البناء، الأرض ترى مو أرضي، يخبره بالحقيقة. ومتى ما شاءت الدولة ربما تهدمه، فإذا رضي المشتري رضي، يعني البيع يكون صحيحا. هنا عندما يكون، طبعا نفتح باب الاتصالات أخي المخرج لأن هذا آخر سؤال.
هنا الأخ ذكر بأن الدولة أحيانا تعطي أرقاما، هذه المسألة أنا لا أعرفها بصراحة، إذا أكو إيش قانون والله جيد، أمر جيد يعني، الدولة تعطي أرقاما لأصحاب البيوت بيوت التجاوز، هل يجوز للإنسان أن يبيع هذا البيت المرقم؟ أيضا يجوز، يجوز ولا مشكلة في ذلك إن شاء الله. أكو نقطة، أكو إنسان يملك عنده بيت لكن يبني في مناطق التجاوز إما ليؤجره أو ليبيعه، هذا حرام. أنت عندك بيت، شنو جاي تبني لك بيت بالتجاوز حتى والله شنو يكون عليك أقل حتى تبيعه تربح به أو لتؤجره؟ هذا حرام، هذا حرام، لا يجوز ذلك. نعم، هنا أحد الإخوة يسأل يقول طيب هل يجوز نعمل أو إنسان يعمل معاصي ويقول الله غفور رحيم هل يغفر له؟ لكن قبل أن نجيب عندنا اتصال من أم مهيمن من بغداد. طيب السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. أختي بنتش اسم ابنتش اسمه مهيمن ولا عبد المهيمن؟ لا مهيمن. حاولوا تغيروه لأن مهيمن منهي عن هذا الاسم، منهي أن يسمى الإنسان مهيمن دون عبد، المهيمن يعني هو الله. عبد نعم، إذا تقدرون تغيروه غيروه، ضيفوا له عبد، عبد المهيمن. العفو شيخنا، أنا خريجة أصول فقهية. أهلا وسهلا، هنالك من أسماء الله رحمن، من أسماء الله الحسنى الرحمن والرافع والمهيمن، هذه فيها مشكلة إذا لم يدخلها عبد. إن شاء الله إن شاء. حفظكم الله، تفضلي. سؤالي شيخنا الفاضل احتارت به كل النسوة، طيب، وهو زكاة الذهب. الشيخ أحمد طه مفتي الديار العراقي احترامنا وتقديرنا إليه، نعم، قال بأن الذهب يكون 20 مثقالا فما فوق يزكى، نعم، حتى ولو كان ملبوسا. لكن في برنامج لحضرتك تقول إن الذهب الملبوس وليس المخزون لا يجوز عليه زكاة. طيب بالله عليكم نريد أن نعرف ما هي الحقيقة. الآن نذكر التفاصيل إن شاء الله. أكثر النساء، الأكثر النساء صاحبات الذهب وخاصة العراقيات، صح، فلازم أن يكون الذهب مزكى. الآن تسمعين الإجابة إن شاء الله. الآن تسمعين الإجابة إن شاء الله. مع الممنونة، شكرا المنة جزيلا لله. المنة شكرا لله. جزيلا معلوماتك عبد المهيمن، أنا ممنونة منك. المنة لله، حياكم الله، المنة لله. الأخ أحمد من الأنبار، اتصال، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا سؤال عن عمود القرض مع الأسكان. زين شيخ، أنا موظف بالأوقاف، طيب، والراتب مالي 180,000، طيب، وساكن ببيت أجار يا شيخ، نعم، وسحبت القرض مع الأسكان. طيب هو ينص على عدم وجود فوائد فيه، صح؟ والله احنا حسب الاتفاق مع الاخ اتصال، ولكن اجور ياخذ اتركنا من اجور المعامله، اتركنا من اجور المعامله، خمو كاتبي لك، خمو كاتبي لك 2% سنويا، هم يكتبوه شيخ بس احنا من نروح يعني عليهم، وهذا يقول لنا ما بي فوائد مع الاسكان. كاتبين 2% سنويا عدل الاجور ولا ما موجوده هاي 2%؟ والله شيخ يعني عد لا نقرا ولا نكتب، بس روحنا بصلنا وجينا واللي فهمناه انه منه اساس، حتى بكتب المعامله قال ما بي فوائد. طيب تسمع الاجابه ان شاء الله، حياك الله عيني. ام احمد من صلاح الدين، تفضلي. أم أحمد تسمعينني أختي؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ. شيخ إذا ممكن أريد رقم التخصص الموضوع الخاص فقهي وأحب أن أستشيرك به. والله أختي أعتذر، يعني إذا أعطيتش رقم الخاص راح كل من يطلب رقم الخاص راح أعطيه، صح؟ خلي سؤالك على صفحة قناة في الوجب الفيسبوك وإن شاء الله نجاوب عنه. تمام. قولي أنا اللي طلبت الرقم الخاص. زين.
بالنسبة ل إنسان يعصي ويقول الله غفور رحيم، هل يغفر الله له؟ بالعكس بالعكس، أن تتخذ من اسم الله، يعني أن تتخذ من اسم الله تعالى ذريعة لمعصيته مشكلة. تخلي اسم الله وتتخذ من مغفرة الله حتى تعصيه، لا مشكلة، أنت متجاوز على الله. الله يغفر إذا تبت، أما أنه تعصي ثم تقول الله غفور رحيم وسيغفر لي، لا لا، هذه الآية لم تنزل لتعصي الله، إنما تنزل لتتوب إلى الله. الله عندما قال غفور رحيم يعني إذا تبت فإنه غفور رحيم، لا أنك تعصي متذرعا بهذه الآية، ما يصير. هذا شنيعة، مسألة شنيعة، أن تتخذ آيات الله ذريعة لمعصيته. احذر، توب والله يغفر لك. بالنسبة لزكاة الذهب، الأخوة ذكرت بأن شيخنا الأستاذ الشيخ أحمد حسن الطه وهو من كبار علماء أمة الإسلام، صلى الله عليه أن يحفظه وأن يبارك لنا في عمره، وهو شيخنا وأستاذنا، ذكر بأن زكاة الذهب 20 مثقالا. بالنسبة للمثقال قديما مو مثل المثقال بزماننا، المثقال بزماننا شقد؟ 5 غرامات. فالنصاب 20 مثقال يعني 100 غرام. نصاب الذهب 85 غرام تحديدا. المثقال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 4 غرامات وكسر، مو 5 مثل عصرنا، زين عيني. فبالنسبة لزكاة الذهب، من يبلغ عنده 85 غرام من الذهب تجب زكاته، لكن الذهب المعد للتجارة. طبعا هي المسألة خلاف بين أبي حنيفة والشافعي. أبو حنيفة رحمه الله يقول كل مرأة تملك 20 مثقالا، بمعنى تملك 85 غرام ذهب صافي، يجب عليه الزكاة وإن كان حليا. لا أدري إن كان شيخنا يفتي به، لا أدري، لكن الذي قال به باقي الأئمة 3 الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليهم والأكثر من فقهاء الصحابة، على أن حلي المرأة الذي تلبسه في البيت أو حتى تحتفظ به لكن ليس بنية البيع، يعني مو شرط ألا انزع هاي القلادة والبس ذيك القلادة، انزع هاي التراتي والبس هاي السوارات، حتى والله نقول لبسناها، لا، ربما محطوط بس أنا ما تلبسها مرة، وربما إلا في المناسبات، وربما ما تلبسها، لكنها لا تنوي عليه الاتجار، لا تنوي عليه البيع، ولا هي متربصة تقول لا انتظر لما يغلى حتى أبيعه، لا لا، الذهب مالها محتفظة به، هذه لا تجب زكاته على المذاهب 3، وهذا الذي أفتي به أنا. من يسألني يقول أن الذهب المملوك غير المعد للتجارة لا تجب فيه الزكاة. لعل شيخنا حفظه الله رجح رأي أبي حنيفة، وله ولآرائه ولترجيحاته كل الاحترام، كل الاحترام، مسألة مختلف فيها. عموما أنا الذي اختاره للفتوى أنه ليس فيه الزكاة. طيب بالنسبة لقرض الإسكان، شوفوا يا إخوة، هذه المسألة عدناها مرارا وتكرارا وأكررها لأهميتها. قرض الإسكان مر بمراحل، في البداية كان ليس فيه فوائد، تؤخذ مقدمة بعد أن اجتمع العلماء مع خبراء المصارف وخبراء الاقتصاد، ذكروا بأن هذه المقدمة أو هذه التكاليف هي تكاليف فعلية، الدولة غير منتفعة من هذا القرض فعلا، هذه التكاليف وضعتها الدولة اللي يعني هذا هو الذي يكلفها القرض، فليس فيه فوائد. هو التحريم وين؟ إذا كان المقرض منتفع من هذا القرض، كل قرض جر منفعة فهو ربا. المقرض إذا ما كان منتفع من هذا القرض مو حرام، زين، فهنا الدولة غير منتفعة بشيء، ومكتوب بالقانون ليس فيه فوائد. فصدرت بالفتوى بالإباحة من المجلس الفقهي، المجمع الفقهي ومجلس علماء العراق، صدرت بفتوى وخلاص قالوا حلال، والعهدة عليهم حلال حلال. بعد مدة يعني كأنما والله ما أدري شو أقول، ما أدري عليه من، ما أدري على البنك المركزي، ما أدري على وزارة المالية، الجهة اللي يتبع لها صندوق الإسكان، أباك زعلوا لأنه كفت قرض حلال بالعراق، خلوا له فوائد ربوية مقدار 2% سنويا، صار حرام. اعترض المشايخ جزاهم الله خيرا، واعترض بعض الناس، ثم ألغي هذا القرار ورجع إلى الأول. الآن الحمد لله مستقر على أنه ليس فيه فوائد، لكن بعض البنوك بسبب ضعف الرقابة تعمل بهذا القرار، وبعض البنوك بهذا القرار، بعضها يقول لك إيه والله موجودة فوائد 2%، هذا حرام، وإذا قالوا لا ليس فيه فوائد حلال إن شاء الله، كما أفتى المشايخ في المجمع الفقهي. وطبعا شيخنا وسيدنا الشيخ عبد الملك السعدي، صلى الله يحفظه وأن يبارك لنا في عمره، يفتي
بأنه حرام مطلقا ولرأيه الاحترام، وهو من أجل علماء عصرنا ومن أعلم أهل زماننا بالحلال والحرام، هو وإخوانه المباركون المشايخ، أشقاؤه المشايخ الكرام حفظهم الله تعالى جميعا، يرون أن قرض الإسكان حرام طبعا لرأيهم كل الاحترام. نحن قلنا المسألة اختلف فيها المعاصرون، فمن أراد أن يقول أنا أفتي بقول الشيخ عبد الملك حرام خلاص، ومنهم من قال أنا أريد أن يقلد مشايخ المجمع الفقهي الشيخ أحمد حسن الطاهة وباقي المشايخ المجمع الفقهي والمجلس كذلك أيضا له ذلك، يمكن أن يأخذ بفتواهم ويكون حلالا عليه عندما يكون ليس فيه فوائد بالصورة التي ذكرناها. نعم بقى عندنا وقت أخي المخرج ولا لا؟ طب بقى عندنا دقيقتين يقول المخرج. هنا أخ يقول إذا كنت لا أريد أن أدعو إنما أنوي فقط بقلبي هل الله يستجيب؟ يعني ليش هذا التكاسل من الدعاء؟ الدعاء هو العبادة، النية في القلب لم يرد أنها تكون دعاء، النية في القلب ليس الدعاء. هنالك أحيانا النية تشبه الدعاء، مثلا أن ينوي على زمزم، جاء في الحديث ماء زمزم لما شرب له، أنت تنوي على زمزم هذا شيء تشرب، أو تنوي بالصدقة عملا معينا، تنوي بالصدقة تتصدق بنية النجاح في الامتحان، تتصدق بنية الفرج، تتصدق بإهداء الثواب للأم والأب، نعم هذه تنفع بغير دعاء، النية على العمل الصالح. أما في قلبي دون عمل صالح أنوي وقل هذا بدل عن الدعاء، لا لم يرد بهذا شيء. أدعو يا أخي قل اللهم يسر لي كذا عشان الكسل. نعم أخ يقول أظن هو نفسه يقول هل يجوز الدعاء دون وضوء أو دون استقبال القبلة؟ نعم نعم يجوز، الدعاء لا يشترط له لا الوضوء بل ولا الطهارة، يجوز للمرأة في أيام عذرها وللرجل في وقت حدثه الأكبر أن يدعو، ولا يشترط أن يستقبل القبلة. نعم الدعاء على طهارة وباستقبال القبلة أرجى للإجابة، لكن لا يعني أن ذلك الدعاء غير جائز، كل ذلك جائز إن شاء الله. نعم وفقكم الله تعالى لكل خير، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وقت البرنامج انتهى، يدعو بعضنا لبعض، نتواصى بالدعاء إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، طبتم بخير ودمتم بعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.